ما الحجاب الشرعي جزاكم الله خيرا؟ الحجاب الشرعي هو ما يستر المرأة، ما يستر المرأة بجميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان، هذا هو الحجاب الشرعي. قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحجاب هو ما يستر المرأة عن الوجه الذي ليس من محارمها من باب أو ثوب أو جدار أو غير ذلك. وقال سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فحجاب المرأة هو ما يسترها سترا كاملا عن أنظار الرجال الذين ليسوا من محارمها. نعم.